وقد أكدت لزميلتي معالي الوزيرة على الإرادة السياسية القوية التي تحدون في بناء علاقات متوازنة وهادفة ونافعة، علاقات تستمد متانتها من قيم الثقة والتفاهم والتعاون والتضامن، وعلاقات تتقوى دعائمها بالتزامنا المشترك بالمبادئ الرصينة المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وكذا في الميثاق التأسيسي لمنظمتنا القارية الاتحاد الإفريقي. ستواصل الجزائر دعمها لجمهورية أفريقيا الوسطى في مجال تكوين الموارد البشرية وبناء القدرات، وهي كذلك مستعدة تمام الاستعداد لتعزيز التعاون ومجابهة التحديات المشتركة وعلى رأسها آفة الإرهاب.